انتهى الانتظار لحظة المرتقبة، حيث يبدأ المشوار في بطولة كأس العالم. أجواء مونديالية رائعة في مونديال كبير هنا، لحظات لا توصف بلا شك بالنسبة للمشجعين. ابقوا معنا وسنكون معكم في تغطية مميزة وحصرية من ملعب البيت. صور رائعة نشاهدها من ملعب البيت، واللي جاهز بأفضل صورة ممكنة لاستقبال هذه المباراة المرتقبة. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض، وهنا معكم سنتواجد من أجل متابعة مباراتي الأولى، مباراة بداية الطريق ضمن مرحلة المجموعات من المونديال العالمي. قطر في مواجهة الإكوادور، من الرائع دوما التواجد ومتابعة أحداث مباريات كأس العالم. كل مباراة في هذا المونديال لها طعم خاص، أتطلع إلى متابعة مباراة كبيرة وأتمنى بأن تكون على قدر اسم هذه البطولة وقيمتها. والآن نستعرض تشكيلة المنتخب القطري. سعد الشيف في حراسة المرمى، عبد الكريم حسن سيلعب إلى جانب وعلام خوخي في قلب الدفاع، عبد العزيز حاتم سيبدأ بجوار كريم بوضياب في وسط الملعب، ويقود الهجوم المعز علي. نعم يوجد تدخل خاطئ هنا في رأيي. هينكابي، بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع، تمريرة سيئة بتروح مباشرة إلى الفريق الآخر. ولم مع إينر فالنسيا، ولم مع حسن الهيدوز. التقدم في المباراة، انقاذ رائع للتسديدة، ركنية إلى داخل المنطقة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. يلعب لكرة الوسط 18، مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس يبعدها. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. غونزالو بلاتا، وصلت لغونزالو بلاتا، كرة هدف في هذه اللقطة. الحارس يتعلم، يتصدى، يتحدى ويتألم. الله على كرة كان ممكن تحرك الشباك، فرصة خطيرة، ممتاز حارس المرمى. ولم مع إينر فالنسيا، الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. عند فرصة للتقدم، هجمة مرتدة رائعة كادت أن تنتهي بهدف. الله على التحرك السريع، على التحرك المثالي، كرة تدرس، في المرة القادمة ستكون في المرمى. تدخل ممتاز لقطع الكرة. ولم مع إينر فالنسيا، يضرب الان. اوهو، لقطة لا تنسى لحارس المرمى. تلعب في عمق ال 18، خطورة قائمة بعد فشل في تشتيت الكرة. والآن وصلنا لنهاية الخطورة في هذه اللحظات، فرصة خطيرة هنا. أوهو، تسلل صعب في فرصة كانت خطيرة، لكنه لا يخادعها بالتأكيد.
دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. فرصة متاحة، كرة في العارضة لكنها مستمرة. مستحيل، إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى. وأي ضربة الأولى! نشوف الهدف مرة أخرى. تمركز رائع هنا من هذه المسافة القريبة أمام المرمى، لا يمكن إلا أن تضع الكرة في الشباك بكل تأكيد. الشوط الأول ينتهي الآن، الفريقان إلى غرفة الملابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. ينطلق بالكرة الخطيرة، يا رب! ما هذا السيناريو؟ ما هذه الدراما؟ هدف يأتي والرد يأتي عليه، نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. يتدخل ويبعدها إلى التماس. غونزالو بلاتا. جيد. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ الدقة مطلوبة من هذه المسافة القريبة وليس التسديد بقوة. المعز علي، ولما مع حسن الهيدوس. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. تمريرة رائعة هنا، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة مستمرة. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. كرة بتعود ليد حارس المرمى، سهلة لكن قام بتصدي في نفس الهجمة بشكل ممتاز عن مرمى. يقود الهجوم بهذه الانطلاقة. يسجل مرة أخرى، فعلها من جديد، سجل وكأنه يصرح علانية بأن لا أحد يستطيع إيقافه. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. إينار فالنسيا. بينية فيها خطورة، لكن الكرة بتضيع وراحت الإمكانية. هذه فرصة خطيرة. ممتاز حارس المرمى في التصدي. موقف صعب 1-1 في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي، الله على الهروب. شوف كيف مر، شوف كيف عدى. تصدي، أي إثارة، لحظات مجنونة، والتصدي قد يجلب الفوز هنا. ركنية بتلعب قصيرة، كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. انتهت الخطورة بعد حسم الأمر في اللقطة.
يخترق ولديه المساحة. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع. مينا، وهذه الصافرة نهاية المباراة تأتي لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. فارق الهدف صنع الفارق اليوم في مباراة صعبة وكان فيها ندية كبيرة فوق أرضية الملعب، لم يستحق أي فريق الخسارة اليوم. لعب مباراة تاريخية، أداء كبير استطاع المساعد من خلال الفريق على الفوز. اليوم أظهر مهارات استثنائية وقدرات كبيرة في أرضية الملعب. ظهر بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمة من البداية على صناعة الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.